بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاقتصاد العراقي في وضع لا يحسد عليه. الاقتصاد العراقي ليس الآن، منذ نهاية السبعينات الاقتصاد العراقي لم يكن اقتصاد فعال. بعد 94 تمنينا أن الاقتصاد العراقي يرجع إلى عهد السبعينات اللي يعتمد على كان عندنا نفط وزراعة وصناعة. الآن اقتصادنا فقط نفط والصناعة غير مدعومة، والزراعة شبه يعني اللي تحجم دورها. يعني أي دولة بالعالم إذا عندها هذه المقومة، واحدة من هذه المقومات، تنتعش اقتصاديا. يعني العراق كان في السبعينات لديه صناعة وزراعة ونفط يصدر بكميات كبيرة. بسبب الحروب الاقتصاد العراقي انخفض إلى معدل واطئ جدا. على سبيل المثال أنه العملة العراقية، آخر عملة طبعت وهي الطبعة الإنجليزية ولكن تسمى بالسويسري. هذه الطبعة آخر طبعا طبعت عام 1983 أو 84. بسبب الحروب لم نطبع إلا المسلوكات الحديدية. الآن المسلوكات الحديدية قد انتهت بعد 94، وهي قد انتهت من زمان، بس بعد 94 تمنينا أن تعود لسهولة تداولها وعدم تلافها في الحركة للإنسان، يعني التبادل التجاري، يعني تبقى محافظة عليها وكل 10 سنوات أو 15 سنة تتبدل هذه. ولكن احنا ما يعاب أنه طبعة وفئة أم 50,000 هذا ورقية، وهذا سبب ارتفاع بالتضخم، سبب تضخم مالي. فكان عليهم أن يطبعوا أقل ال 250، يعني يطبعوا 100 دينار في أم المئة على مود السوق ينزل، مو يطبع ل 50,000 والسوق يصعد. أثر بكل شيء، يعني قلت لك المواد ارتفعت، يعني وتعرف احنا بظروف حاليا الاستيراد يعني أشبه يعني غزا الأسواق العراقية، غزا الأسواق، بحيث المنتج المحلي يعني لم يكون إنتاجه أغلى، يعني من الصنعة يكون أغلى من المستورد. يكون الاقتصاد يعني فترة السبعينات مثلا، يكون الاقتصاد الكل مرفه، يعني الطبقة الفقيرة يقل شو اسمه نسبتها، الطبقة الوسطى تنشط. الآن الطبقة الوسطى أصبحت أشبه بالمعدومة، يعني صارت، وهذا ما أثر على سلم الرواتب. أكو موظفين برواتب عالية جدا، وأكو موظفين مجرد أنه قبل لا يكمل الشهر يخلص الراتب نتيجة الـ يعني السحب، النفط، الكهرباء، يعني ما قاعد يتواكب ويا الارتفاع الموجود. بكل تأكيد الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي، يعني بطريقة أو بأخرى بيع النفط وجيب الأموال أعطيها الميزانية وأعطيها صرف الموظفين كثر. هنالك شرخ في المنظومة الاقتصادية في بلدنا للأسف، لطالما أشرنا على الرئاسات الثلاثة في كل دورة من دوراتها نقول لهم أن لدينا مصانع معطلة بالكامل، مصانع قطاع خاص، وبالذات هم يمثلون تقريبا حسب إحصائية اتحاد الصناعات 55,000 معمل، وحسب إحصائية التنمية يشارفون على 70,000 معمل معطل بالكامل. للأسف الحكومة تناست
انه الحكومات المتعاقبه تناست انه الاقتصاد في كل بلدان العالم شريان الحياه فيها هي المصانع، واخص بالذكر مصانع الحرفيه اللي هذه المصانع باستطاعتها ان توفر فرص عمل لجيوش العاطلين عن العمل اللي موجودين في بلدنا العراق من الشمال للجنوب. هم تناسوا ان هنالك دول جوار ارادت قتل مصانعنا بطريقة أو بأخرى من أجل إنماء مصانعهم. هم تناسوا أن هنالك دولار يذهب إلى الخارج، إلى الصين، إلى تركيا، إلى بلدان العالم كي تأتي لنا ببضاعة تقريبا إكسباير وتصبح مكبا للنفايات بعدما يقتنيها المواطن. هم تناسوا أن هنالك لدينا مصانع باستطاعتها أن تنافس من خلال تطبيق المبادرة الصناعية. نحن في تنسيقات المبادرة الصناعية أشرنا عليهم بهكذا أمر، في حين قالوا عن المبادرة الصناعية ستنفذ منذ 2014، وكانت الحقيقة هذا التنفيذ بالأمر الديوانية، الأمر الديواني اللي هو 404 كان مجرد حقنة من أجل تمرير قانون الانتخاب، وبالتالي تسيدوا على سدة الحكم ولم ينفذوا مطالبنا. المبادرة الصناعية جدا بسيطة، أنت أن تحول بلدك من ريعي إلى منتج هي بعدة شروط: تفعيل السيطرة النوعية، حماية المنتج، إجبار الوزارات على اقتناء حاجياتهم من القطاع الخاص. أضف إلى ذلك السيطرة النوعية جدا مهمة، وإعطاء السلف الميسرة، سلف ميسرة وليست منح، ترجع إلى الدولة في حين بينما يقف المعمل على رجليه يرجع هاي الأموال، في حين هنالك تنافسات في بلدان العالم أخص بالذكر الصين. الصين يعطون مبالغ لصاحب المعمل، مبالغ منح، لأن هذا صاحب المعمل سيجلبهم الدولار إلى داخل وطنهم، وبالتالي تذلل هذه السلف. هم يتناسون هذا كذا أمر لأن أجنداتهم الخارجية لا تسمح لهم بالتطور الصناعي حتى نخرج من طائلة الاقتصاد الريعي إلى طائلة الاقتصاد المنتج. هذا الأمر لا يحدث مطلقا في اقتصاد ريعي، نقطة صفر. لدينا 4 أو 5 ملايين موظف، الحاجة لهؤلاء الموظفين هو 1,500,000، والباقيين تمشية أمور، إرضاء المحاصصة المقيتة، إرضاء للأحزاب. نحن حتى في نادي باريس وقانون النقد الدولي حينما استدلنا من عندهم قالوا لهم لا نريد لكم أن توظف أي شخص، فقط للمنظومة العسكرية للظروف اللي مرينا بها، حتى فرضوا عليهم عدم التوظيف، لكنهم للأسف لم يأخذوا بنصائحنا، حتى بقت أخير جرعة من الماء في الحب لم يكسروها. عليهم أن يتسارعوا لكي يحيوا الصناعة المحلية وبالذات القطاع الخاص حتى نكسب هؤلاء الشباب ونعطيهم فرصة عمل ويكون لهم راتبا تقاعديا حسب قانون المنافع الاجتماعية الموجود على ديلاب مجلس النواب ولحد الآن ما مصوتين عليه. إذا أريد نحكي على الاقتصاد فالاقتصاد هذا ينادل أسابيع نحكي به، لأنه الاقتصاد العراقي له خصوصية كبيرة جدا يختلف عن الاقتصاد العالمي كله. الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي بالدرجة الأولى، معظم الواردات للعراق الواردات المالية تأتي من تصدير النفط والضرائب، الضرائب أيضا المنافذ الحدودية والرسوم هي أيضا من ضمن الواردات الاقتصاد العراقي. لإحياء الاقتصاد في أبسط دول العالم يجب اعتماد كليا على القطاع الخاص. القطاع الخاص هو أساس تطور أي مجتمع بالعالم. احنا هنا عندنا الاعتماد على توظيف الشعب في وظائف حكومية، هذا مو اقتصاد، هذا أصلا عندنا احنا لحد الآن 62% ترهل بالوظائف الحكومية. مع ذلك قامت الحكومة برشوة الشعب بأنه راح نوفر لكم درجات وظيفية إضافية، مو هيك يدار الاقتصاد. الاقتصاد ديره بأنه تفعل القطاع الخاص وتعطي مشاريع صناعية تجارية إسكان، بحيث الموظف هذا الترهل الموجود بالدولة يروح يترك الدولة ويروح إلى القطاع الخاص، وأيضا تحميل القطاع الخاص من تعطي تقاعد ومن تعطي خدمات توازي الموظف الدولة، راح تشوف إنه هذا الترهل الموجود بالدولة معظمه يروح على التجارة. الاقتصاد يجب يعني احنا نعرف انه القطاع الخاص اذا انطيته 1,000,000 خلال سنة يسوي اقل شيء 2,000,000، لذلك بينما الدولة هي الدولة بس تصرف ما عندها مشاريع تجيب الهوارد. فاحنا
لازم نهتم بالقطاع الخاص. الدولة العراقية من 2003 لحد الآن كانت في وضع سلبي جدا، بحيث أول آخر شيء سوتها سحبت السيولة النقدية من القطاع الخاص، لأنه وقفت الصرف للسلف والمستحقات المقاولين ومستحقات التجار. هذا أدى إلى سحب السيولة النقدية من القطاع الخاص. من سحب السيولة النقدية هو عبارة عن سلسلة تشين، فأنت من ينهار رأس الهرم راح يصير عنده إخفاق مالي، راح تنزل هذا الإخفاق المالي على اللي بعده واللي بعده واللي بعده إلى أن يتعطل الاقتصاد العراقي. وهذا ما فعلوه، عطلوا الاقتصاد. الآن أكو بطالة كبيرة، وأكو ديون كثيرة، وأكو إخفاق اقتصادي كبير جدا في العراق. هذا لازم نعالجه بطرق إنشاء مدن صناعية، إعادة الإعمار الإسكان، إنشاء المجمعات السكنية ومشاريع أخرى كثيرة. إذا أقول لك 90% من العمليات الإجرامية وداعش وهذا كلها معتمد على الاقتصاد. ليش؟ لأنه هذا من ما يلقي مصدر رزق يروح إلى أقرب وسيلة توفر له الرزق، وهذه الوسيلة هي الميليشيات أو داعش أو السرقة. فإذا أنت إذا وفرت فرص عمل لهذول العاطلين راح تقضي على الفساد وتقضي على الجريمة وتقضي على الداعش وغيره وتقضي على الميليشيات. فأنت وفر فرص عمل تقضي على كل هاي الأشياء الأمنية السرية. وبالتأكيد الاقتصاد العراقي من الأنظمة المتخلفة عالميا. الحل بهذا الموضوع يجب أول شيء وجود نظام سياسي. هذا النظام السياسي هو اللي يحمي الوضع الاقتصادي. أنا أتفاجأ من كبار عمرا أكثر من عدي عمرا سنا ومختصين بالاقتصاد يتوجهون قطاع الخاص إذا فعلنا كيفية العملية الاقتصادية شلون يكون. وإذا أنت عندك نظام مصرفي متخلف، عندك نظام سياسي ما يحمي النظام الاقتصادي، يجب إعادة الهيكلة بكل مفاصل الحياة. وبعد ما يصير تغيير إلى حكومة ديمقراطية حقيقية بعيدة عن الوضع الطائفي، لأن النظام السياسي هو أساساً فاشل 50+1. فأوتوماتيكيا كل الخطط الزراعية والاقتصادية وكل دول العالم قاعد تنتظر للعراق. بصراحة مأذين نفسنا ومأذين العالم، لأن على اعتبار العراق هو رب العالمين، حبب مكان يعني يتوسط الكرة الأرضية ما بين آسيا وما بين أوروبا. أقصر خط على اليابسة هو العراق، فهذا تقريبا 6-7 أضعاف ما عندنا من موارد. فكيف إذا استغلت واستثمرت بالاستغلال الأمثل بالتعاون مع كبريات الاقتصاديات العالمية، ما ننتج مثل الخطأ اللي اتجهوا فقط على الصين. موجود قوة اللي هي أمريكا صارت مضاد وقعت براس من براس الشعب العراقي. إذن لازم هنا وجود الحنكة السياسية اللي يتوزع الاقتصاد على جميع الدول الرأسمالية القوية حتى مصلحة الشعب العراقي، مع العلاقة حسن الجوار مع الكل الدول الجوار اللي قريبة علينا، ولكن على مبدأ حسن الجوار. بالتأكيد يعني مفارقة ما بين الدولة الغنية البلد الغني ما بين الفقر المدقع. يعني احنا كميدانيين نوصل فكرة ورسالة، الشباب العراقي مع الأسف محطم، لا يملك يعني شباب ما يملك عنده 1000 دينار مثلا، أو جيوش من الأرامل، جيوش من الأيتام، الكم الهائل من الفضائيات والمسلسلات اللي يشوفها للانبهار، الرفاهية، دول الخليج يسمع. فسوت صدمات نفسية مو طبيعية، مسؤول عليها السياسيين اللي صارت طبقية بسبب استفادتهم من مناصبهم منافعهم الخاصة على حساب الشعب العراقي. ولو فد نسبة بسيطة ما حد فكر. أبسط شيء ناس ماخذة قروض مثلا، اتعرضت ما تعرضت بسبب الوضع الأمني، ما قالوا خلينا نسوي أطفاء مثل ما مثلا تجيب لك رئيس مسلم ورئيس مو غير مسلم. الملك السعودي مثلا اعتقد مره قالوا كان مريض، من جاء قال راح اسوي اطفاء بمناسبه سلامته. زين، مناسبه الوضع المزري للعراق خلينا نسويها انسانيا
اطفاء هذه الديون حتى الناس تنتعش مع حصه بسيطه. اعتبار مثلا سعر البرمي 70، اعتبره مو 70، اعتبره 69. هذا الدولة اذا تقسم في خيرات من الله، زائدا اذا الاستعانه مع كبريات الاقتصاديات العالميه جزء من عندها تخلى في البنوك العالميه وتعمل فيها بالنظام الاقتصادي المصرفي التريد بول، تصير من عندها مشاريع هائله. بس ما اعرف شنو العقليه اللي ما دا ياخذون بهاي الافكار الحسنه. بشير السعد، تحياتك، شكرا الى قضايا الدوله. طبعا بالتأكيد الاقتصاد العراقي يتعرض إلى أزمات يعني بين فترة وأخرى، لذا يجب على الجهات المعنية والمتمثلة بالحكومة الاتحادية وكذلك البرلمان ورئاسة الجمهورية الأخذ بعين الاعتبار لدور الاقتصاد العراقي من خلال إيجاد حلول وطرق لدعم الاقتصاد العراقي، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العراق، وكذلك يعني وضع خطط وآليات من شأنها النهوض بواقع كما قلنا الاقتصاد، لما له من أثر كبير على المواطن وعلى الأمور بكافة يعني مجالاتها. لذلك هناك يعني خطط وهناك يعني طرق يجب أن تتخذ للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي، ومن خلال ما نراه يعني هناك يعني ذبذبة بهذا الموضوع، يعني من خلال يعني التصاعد وتيرة الاقتصاد وانخفاض هذه الوتيرة بين فترة وأخرى. والسبب يعود بأنه العراق يعتمد على النفط أولا وأخيرا، وهذا الشيء بصراحة يجعله يعني أقل خلل بهذه المنظومة النفطية وبأسعار النفط، وهذا ما رأيناه في الأعوام السابقة من عندما انخفض سعر النفط هناك صار تلكؤ وارتباك في الميزانية وعجز كبير. لذا يجب فتح أبواب جديدة ومعالجة هذه المشكلة والاعتماد على السياحة وعلى السياحة الدينية وكذلك على اعتماد على يعني الحدود والتبادل التجاري الكبير بين الدول المجاورة خاصة، وفتح آفاق جديدة من شأنها يعني حلحلة الأوضاع الاقتصادية، بالتالي رفاهية المواطن العراقي وعدم الوقوع بمأزق خاصة فيما يخص توزيع الرواتب والالتزامات التي من شأنها تحدد وضع الحكومة. واليوم على الحكومة القادمة، خاصة نحن الآن في ظل حكومة تصريف أعمال، على الحكومة القادمة وضع جدول وبرنامج وخطة معدة للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي، لأن بصراحة إذا ما جاءت هناك أو جاء هناك أشخاص معنيين بالاقتصاد ولهم شأن كبير ولهم خطط معينة، بالتأكيد الاقتصاد العراقي كبير وكل العالم ينظر إلى مدى قوة الاقتصاد العراقي. لذا إذا ما كما قلت وضعت خطة منظمة ومتكاملة ومتماسكة، سنجد هناك اقتصاد كبير وقوي للعراق يضاهي اقتصاد الدول المجاورة وحتى العالم. استاذ سيف، يعني هناك العشرات من المعامل، لماذا الحكومة العراقية لا تلتفت إلى إحياء تلك المعامل؟ وكان العراق سابقا مصدر للمنتجات العراقية واليوم يستورد. نعم، نقطة مهمة ذكرتني بها، أنه المعامل طبعا في الأعوام السابقة، يعني في الأعوام السابقة كان هناك معامل كثيرة جدا وفي كافة المحافظات العراقية وعلى مختلف المنتجات التي تعرف في الأسواق. يجب الاهتمام بهذا الجانب، ومع الأسف يعني هناك تباطؤ من قبل الحكومة ومن قبل حتى التجار العراقيين بهذا الجانب، لأنه لهم تأثير كبير من خلال استيراد المواد أو منع استيراد المواد. لذا يجب على ابتداء من الحكومة وصولا حتى البرلمان له مسؤولية كبيرة بهذا الجانب، بدعم المعامل وفتح المعامل وإرجاع هذه المعامل التي كانت لها الأثر الكبير في دعم الاقتصاد العراقي. والكل يعرف بأن المصانع العراقية لها اسم كبير حتى في الدول، كنا نصدر التمور ومواد أخرى وكانت لها اسم وباع طويل في مجال الاقتصاد العراقي. لذا يجب على كما قلت الحكومة والجهات المعنية وكذلك حتى التجار لهم مسؤولية كبيرة في دعم المعامل وإرجاع هذا السوق لدعم الاقتصاد العراقي الذي يذخر بصراحة بالكثير من المواد. ونتحدث عن أرض العراق، هذه الأرض المعطاءة
التي بصراحة من كافة الجهات لها، يعني من موضوع المحاصيل الزراعية وكذلك محاصيل أخرى بهذا الجانب، من أجود وأرقى الأنواع وأرقى الأمور التي تساعد في دعم الاقتصاد العراقي ودمج أو دعم حتى القطاع الخاص له، يعني أركز على هذه النقطة، القطاع الخاص له تأثير كبير في مساعدة وإسناد القطاع العام، بالتالي النهوض بواقع الاقتصاد العراقي. الاقتصاد العراقي يعني هو أقوى اقتصاد إذا يعني يستثمر بشكل جيد. سابقاً الاقتصاد العراقي كان أقوى اقتصاد بالشرق الأوسط حتى نصنف بالعالم، حيث كانت العراق دولة غنية بمصادرها وثرواتها النفطية والثروات الزراعية، وكانت هي تصدر مواد، يعني أنواع من المواد، من خلينا نقول التمور، من الشركات اللي كانت عندنا، من طائرات السيارات حتى تجميع السيارات حتى معامل النسيج، يعني كان اقتصاد بحيث يعني ما نستطيع أن نعدها لأن هي كانت غنية. أيضا بالنسبة للعملة العراقية ذاك الوقت كان عملة قوية جدا، العالم كلها كانت تجي للعراق يعني تستثمر هنا، ولكن حاليا الوضع الاقتصادي بالعراق نستطيع أن نقول مع الأسف مزري، يعني بحيث عندنا مواد كلها يعني ما تستثمر بشكل جيد، والوضع الاقتصادي والسياسي الراهن ده يأثر يوم عن يوم، والاقتصاد ينزل يوم عن يوم، حتى يعني هسه المعامل كلها متوقفة، أغلب المعامل حتى تهدمت يعني بحيث ما يستثمر بشكل جيد. الاقتصاد العراقي الآن يعاب عليه كثير من الأمور. الاقتصاد العراقي ليس اقتصادا عراقيا مستقلا، الاقتصاد العراقي لا هو اقتصاد شرقي ولا هو غربي، لا هو اشتراكي لا هو رأسمالي. السبب في ذلك هو انقياد القيادات السياسية التي تحكم العراق إلى أجندات خارجية، يعني تريد أن تقوي اقتصاد هذه البلد أو ذاك. أما اقتصاد العراق، العراق يمتلك كل شيء ليكون اقتصاده كبيرا. العراق فيه موارد كثيرة، فيه خامات كثيرة، فيه رؤوس أموال، فيه عمال، يعني طاقات عمالية هائلة شبابية، ولكن للأسف الشديد هناك أجندات حزبية هي التي تقود إلى انكفاء هذا الاقتصاد ويكون اقتصادا تخادميا لدول الجوار، وهذا الأمر سيفشل حقيقة الاقتصاد العراقي ويدخلنا في متاهات لا يسبر غوارها، وهذا أمر طبعا إن لم يعالج بسرعة سيستمر وهو مستفحل منذ سنة 2003 ولحد الآن للأسف الشديد، مرتبط لأن أجندات هذا الحزب أو ذاك مرتبط بأجندات أجنبية، هذا يعني قضى فترة معارضته في تلك الدولة وهذا في تلك الدولة، وهو لا زال يحكم العراق بروح المعارضة لا روح الدولة، هي المشكلة، يعني هو كأنه معارض وليس قائد، فهذا يبقى تابع للذي كان يعني عنده في أيام المعارضة ويخدم اقتصاده. قلت لك هي شغلة تخادمية بسبب ولا هذا وذاك لتلك الدولة أو هذه. الاقتصاد العراقي يعني للأسف الشديد منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة، يعني بعد مرور 17 عاما، وكأن هناك حرب ممنهجة ضد الاقتصاد العراقي بكل اتجاهاته، سواء كانت زراعية أو صناعية، فهناك الآلاف من المعامل والمصانع والمنشآت الصناعية عطلت بفضل تدخل الخارج ودول الإقليم خصوصا، أيضا واقع الزراعة ومن محافظة الديوانية أحد أكبر المحافظات العراقية المختصة بالزراعة، إلى جانب محافظة نينوى وكركوك ومحافظات أخرى مثل صلاح الدين، أيضا هي محافظات زراعية لم تلقى الاهتمام المناسب من الدولة ولم يكن هناك اهتمام بهذا الجانب مثل ما كان في عهد النظام المباد. أيضا المنشآت الصناعية، يعني محافظة الديوانية هي محافظة فقيرة لا تفتقر تفتقر إلى وجود منشآت نفطية، وأيضا المحافظة غير حدودية فضلا عن أنها غير دينية، فتتمتع بمنشآت صناعية من المعامل، في معامل إطارات الديوانية كانت معروفة، معمل طابوق الديوانية، معمل البان الديوانية، معمل نسيج الديوانية،
فضلا عن أن المحافظة 60 إلى 70% من سكان هذه المحافظة هم من المزارعين، من الفلاحين، من مالكي الأراضي الزراعية. أيضا المحافظة وضعها الزراعي من تدني إلى تدني من عام إلى آخر للأسف الشديد بفضل عدم اهتمام الدولة بهذا الجانب. أعتقد هناك حرب اقتصادية، هناك حرب ضد الزراعة، حرب ممنهجة تقودها الدول التي تخوض الصراع المستمر في العراق. على الحكومة المركزية، على الدولة بشكل عام شقيها التشريعي والتنفيذي، وعلى الشعب أن يضع بأولوياته الاهتمام بالجانب الزراعي والاهتمام بالجانب الصناعي إذا أردنا أن نعيد العراق إلى وضعه الطبيعي في المجالات الزراعية والصناعية والاقتصاد بشكل عام، وإلا الوضع على ما هو عليه لا يسر العدو ولا الصديق. العراق يمر في أزمة اقتصادية حادة وخانقة جدا، بحيث واردات العراق من المواد الغذائية والمواد الأخرى والمواد الإنشائية وكل المواد اللي يحتاجها البلد تكلف العراق أسعار باهظة جدا وتنهك اقتصاد العراق، بحيث أنه البديل لهذه العملية كلها لو كان هناك لو كان هناك إنشاء مصانع ومعامل، من المعامل الحديد والصلب، من معامل المواد الغذائية، من المصانع كلها الأخرى، لكان العراق تطور وقفز قفزة نوعية وصار باكتفاء ذاتي. أما الآن العراق يصدر نفط، يبيع النفط، وأكثر وارداته من العملة الصعبة اللي تطب من خلال بيع النفط تذهب إلى الدول الأخرى. يعني نشوف الدول منتعشة جدا من وراء العراق، يعني ما نريد نقول الدول المجاورة، دول الصين وغيرها من كل الدول. الآن يعني مضى على العراق فترة 20 سنة أو أكثر، أو حتى قبل 20 سنة ما بنيت مصانع، بنيت مصانع قليلة لا توازي حجم ومساحة العراق وعدد نفوس العراق. بناء المصانع يوفر للبلد الأيدي العاملة، هاي الشباب القاعدة كلها تنخرط في المصانع ويكون اكتفاء ذاتي للمواد الغذائية. حتى مسألة الدواجن والبيض واستيراد المواد الأخرى كالمحاصيل والخضروات، لو كانت هناك توجه من الدولة، توجه صحيح ودراسة يعني خلينا نقول مدروسة مضبوطة، لكان هناك تطور في العراق يعني صار يوازي دول كثيرة في العالم، لأنه متوفر بالعراق كل ما تحتاجه لبناء هذه المصانع ومقوماتها. وبالنسبة للزراعة، العراق يمتلك، كلنا نعرف يمتلك نهرين، الناس كل العالم يحسدنا عليها، الدجلة والفرات، ونمتلك أراضي صالحة للزراعة، وموقع العراق موقع جيد جدا وتربته ممتازة. إلا أنه نشوف اعتمدنا في الفترات الأخيرة على استيراد أبسط الأمور، ومنها الخضروات والطماطم والبطيخ والرقي وغيرها من هذه المواد. نتمنى أن يكون هناك دراسة من قبل وزارة الزراعة، وزارة التخطيط، ووزارة التجارة، مجتمعين كافة لمعالجة هذه المسائل. يعني مسألة بناء مصانع ليس بالصعب، بناء مصنع لإنتاج الألبان ليس بالصعب، بناء مصنع لإنتاج حتى هاي الحلويات دي يجيبونها من الخارج، الدولار والعملة الصعبة كلها دي تذهب إلى الخارج. يعني مع الأسف الشديد وتلقى الشباب تفتر بالشوارع، ما أكو لها عمل ولا أكو لها مكان تشتغل به. نتمنى أنه اللي راح يجونا بالمستقبل أن يدرسون هاي المسائل دراسة مستفيضة
من خلال حرصهم على هذا البلد، هذا بلدهم. يعني حرامات انه انت كل شيء ما عندك من انتاج بالعراق، ابسط الامور تستوردها، ابسط الاشياء تستوردها من الخارج. زين، يعني حتى الطابوق جابونا من الخارج. زين، حتى الاسمنت جابونا من الخارج. شوف شاحنات، يعني هناك دول مجاورة كثيرة للعراق بنت مصانع على الحدود، قريبة من الحدود، حتى تصدر لنا الاسمنت والطابوق وغيرها. اي هذه كليتها. نتمنى احنا كمواطنين عراقيين نحب هذا بلدنا ونتمنى له الخير ونتمنى له ان يكون بموازاة الدول الاخرى. والله يا اخي مع الاسف من 2003 اليومنا هذا وتعاقبت حكومات هواي، ومع الاسف يعني نقول حكومات تغيير اصلا اجت، لكن شو اول خطوه بدتها شجعت الاستيراد والبضاعه المحليه ماكو، كساد، مصانع كلها متوقفه من كل النواحي، ماكو. يعني هسه اذا تجي للسوق ماكو بضاعه اذا مو اجنبيه، ولذلك احنا العراق دا يتضرر على ابسط الامور. تصريح صغير دا يضرنا، ليش؟ لانه بضاعتنا كلها اجنبيه يا اخي، منين ما تميل بضاعه اجنبيه، هاك صيني وايراني وتايوان وتايلندي. يعني لا سامح الله باكر عقبه ذا يريد نفرض علينا حصار، احنا وين نطوجونه؟ نضطر نشتري باقيام غاليه، يضطر العراق راح يدفع بسياسه البترودولار، راح يعني ما يلحق اصلا يحصل ريع النفط اللي دنطلعه. ومع الاسف هذا كله هدر بالاقتصاد العراقي. من تجي الى الدولار، يعني على ابسط تصريح الدولار راسا يصعد، البضاعه من يوم ما راح تصعد. احنا ما كنا، يعني ما عندنا منتج محلي يا اخي، ما عندنا منتج محلي، اي مصنع تروح له ماكو تشجيع للصناعه المحليه. مع الاسف ما اعرف شنو الغايه منها. الغايه منها يعني تاذت البنى التحتيه، ماشي قلنا بها مجال تعمر، لكن هاي سياسه ايقاف تشغيل مصانع او سياسه الخصخصه او الاستثمار، هسه جايه مود انه يستثمرون المصانع، ليش يشتغل منها حتى يستثمروها؟ يا اخي احنا الى متى نظل متشلبين بالمنتج الاجنبي؟ المنتج الاجنبي مو هاي الدول كلها عندها اكتفاء ذاتي، مو عندها مصانع. ليش احنا قبل هاي الوضعيه مو كان عندنا مصانع تنتج؟ زين، فماكو يعني ما اجى واحد خبير اقتصادي للعراق وفهم هالحكومه، يا حكومه، يا خبراء اقتصاد، يا وزراء الصناعه، يا تجاره، يا ماليه، شو كله استورد استورد استورد، حتى الخضروات استيراد. ما يصير هاي وضعية، ما يعني هذا بلد ما يوقف على رجليه نهائي. وانا اضمن لك اذا وقت هاي الوضعية لا نصير انقص من الصومال. ومع الاسف هذا العراق بلد الخير، مصانع الحديد والصلب بالبصرة متوقفة، مصانع النسيجية بالعراق كلها متوقفة، الملابس كلها صيني، البضاعة مال ادوات الدراجات كلها صيني، بضاعة السيارات كلها اجنبي. وهذا ما يصير. زين، مو كان اتذكر اكو مصانع لانتاج السيارات؟ لو انا متوهم. زين، وين راحت هاي؟ الانتاج الحربي مالنا وين راح؟ اخي ليش مو حرامات واحده على البلد هذا؟ ليش دا يضيع؟ والله مع الاسف على الناس اللي دا يقودون البلد نحو الهاويه، وبعد وبعد وبعد. زين، احنا نشجع الانتاج الوطني، اني ولا غيري، لان انا كل مواطن عراقي يحس بالمسؤوليه لازم يشجع الانتاج الوطني، لازم يشجع استثمار، فتح مصانع يا اخي، افتحوا مصانع حتى ولدنا يشتغلون بيها، حتى انتاجنا يمشي. زين، ماكو، احنا نظل الى متى نظل كله استورد استورد استورد؟ ما يصير هيك. اولا هاي يصير تسريب بالعمله وهدر بالاقتصاد العراقي. زين، وانت انتعاش، هاي شوف انت بعينك، الشارع ابد كل انتعاش ما بيه. اها صارت ضربه لا سامح الله، هبط الدنيا، تعال الاسعار صعدت للستار. ها دولة فلانية صارت ويا دولة فلانية، واحنا واقعين بيها. الى متى هالوضعية هاي؟ التاجر انا اضمن لك اذا لا سامح الله تصير شغلة حصار على العراق، اضمن لك احنا شهر ما تطول هاي البضائع عندنا، لانه كم تاجر راح يضم بضاعته لعنده بالسوق حتى يقول لك يصير ما يصير، باكر عقبه ينفرض علينا حصار، سجن ضربة لا سامح الله، ويستثمر السوق هو. ولو اكو انتاج محلي لا ما يصير بينا هالشيء.
هذا وضعنا التعبان. احنا هسه بدنا نشتغل بالبضاعه العراقيه مستمرين بها ان شاء الله، والبضاعه العراقيه احسن بضاعه، والمنتوج الوطني احسن منتوج عندنا بالنسبه للاجبان، بالنسبه للمشروبات. اشتغلت المعامل العراقيه احنا نرتاح. ليش يصير فلوس بالبلد؟ هسه الشباب كلها قاعده على طاله بطاله، المصانع العراقيه، الاجبان، اللحوم، هسه قاعد يجينا كله استيراد، فنريد الاستيراد ينقطع من عندنا، نريد المنتوج الوطني كله للحوم، للاجبان، للغذائيه كلها. الناس تقوم تشتغل، تتحرك السوق شوي، يتحرك. هسه السوق واقف، العالم خايفه من السوق. الاقتصاد مالتنا يقوى، المنتوج داخل الوطن، والاموال مالتنا تنحفظ داخل الوطن، ما تطلع لي برا. هسه الفلوس ده تطلع تتخرج لي برا. اي، واحنا نريد من الحكومه شوي تساعد الشعب. الشعب متضرر، تعبان، يعني تدعم الشعب. اذا ندعم الشعب هسه، انا اذا اجتني الحكومه وقالتني نفتح لك مصنع او فشي، انا بالنسبه لي افتح مصنع، افتح فشي لاستقرار البلد. بالنسبه للاقتصاد العراقي، احنا نشجع البضائع العراقيه. ليش؟ لانه اول وحده احنا نستفاد، يعني الباعه واحنا اللي على باب الله، ايضا المنتج يستفاد وهو عراقي، فالبضاعه تكون اولا ارخص، ويستفاد من عندها اني، ويستفاد من عندها المنتج، وبالاخير تعود نفعها للعراق احسن من البضاعه الاجنبيه. البضاعه الاجنبيه اول وحده سعرها مرتفع، وبعدين ما نستفاد من عندها. فانا اشجع البضاعه العراقيه والانتاج العراقي والمعامل الواقفه بالعراق، افضل انه تشغيلها من اجل سد حاجه السوق والحد من الاعتماد على المنتوج الاجنبي. اكيد المنتوج الاجنبي ياثر على الاقتصاد، هذا المنتوج العراقي احنا نستفاد من عندنا، البلد يستفاد من عنده، العاطل يستفاد من عنده، فيعود على الاقتصاد العراقي بالنفع. اليوم الحركه الاقتصاديه بعموم البلاد هي حركه ركيكه، حتى قبل الضربات الجويه الايرانيه والامريكيه، اليوم دا نشوف حركة اقتصادية ركيكة جدا ومتدنية لا تتناسب مع واقع وحجم العراق وثروات العراق. اليوم السبب الحكومات هي اللي جتنا ما خدمت المواطن بصورة صحيحة، ما انتجت، ما فعلت المعامل، المصانع، الكذا. اليوم نفكر اليوم بعد الأزمة اللي راح تصير، احتمال نتوقع انه أزمة راح تصير، يعني عقوبات تفرضها دول أمريكا، تفرض عقوبات على العراق مثل ما فرضت على إيران. اليوم شنو الحلول؟ لازم تفكر الحكومة بحلول اليوم جذرية للمواطن، فتح معامل، فتح تشغيل اليد العاملة، تشغيل القطاع الخاص. اليوم لازم الحكومة تفكر بهالموضوع. اليوم أعداد الخريجين اللي قاعدين ومتعينين، ما أعرف الحكومة وين المصير، شنو العراق ما أعرف وين الحلول. استيعاب الطاقات الشبابية بفتح معامل المصانع الحكومية، تفعيل المصانع الحكومية، منع الاستيراد، غلق الحدود، تفعيل القطاع الخاص، يعني هاي كلها حلول قدام الحكومة تبلش بها. النفط اليوم الحكومة تحكي بالنفط، سعر النفط كذا، سعر النفط كذا. احنا نشوف حكوماتنا السابقة، يعني كنا محاصرين من 33 دولة، وكل شيء يشتغل، المعامل الأهلية تشتغل، المعامل الحكومية تشتغل، معامل التعليم، معامل الحلويات. يعني لازم الحكومة تتخذ حلول جذرية للحد من الأزمة اللي راح تواجهها، وهي فعلا راح تواجه أزمة. يعني النفط ما دايمنا، النفط لازم يبدي يقل شوية، وإحنا العراق إلى الهاوية، إحنا يبقى عن النفط عن النفط عن النفط. ده تستنزف يعني آلاف الدرجات الوظيفية ده يحطوهم اليوم، وهم أصلا تخصيص مالي ما لهم. ما أعرف هاي الدولة مين راح تجيب التخصيص مالي للعقود الوزارية اللي خلوها للأجور اليومية للمتقاعدين، ما أعرف مين. لازم تستوعب الدولة هذا الحجم الدمار اللي دمر به. الحركة الاقتصادية الآن، وإحنا نحكي على محافظتنا وعموم العراق، إنه مشلولة. أنا ما أقول لك جزئيا، وإنما 80% حركة الاقتصاد منهارة، وأسبابها التدخلات الأجنبية في
الشارع العراقي مثل الأعداء الأمريكي والإيراني، أصبحنا إحنا الضحية، وهاي دلالة واضحة على أن الاقتصاد بدأ بالانهيار تاما والمواطن لا يستطيع أن يحصل على معيشته. أنا قاعد أحس بضيق معيشة لا أقدر أدبر حياتي. ليش؟ لأنه هذا الشل الاقتصادي أثار سبب التناحر أمريكا وإيران، سبب تدخل دول في إقليمية في الشعب العراقي. السبب الرئيسي هو النفط الموجود اللي جاء الوباء علينا. احنا شو محصلين من النفط؟ يعني النفط هم متحاركين عليه وقاعد مستفادين منه، والشعب العراقي مثل ما واحد راح اوصف لك اياه وصف دقيق، واحد قاعد على كرسي مال ذهب وما يقدر ياكل لقمة خبز، شنو فائدة هذا الكرسي الذهب؟ يعني خلي يحسون يا مسؤولين. أنا أوجه رسالة للبرلمانيين، للرئاسات، للمسؤولين على للمسؤولين على الشعب العراقي، مسؤولين على العراق، حسوا قعدوا بيناتكم وتناقشوا، خلوا الله بين عيونكم بأن الشعب العراقي هو أمانة والعراق أمانة في عيون الجميع، ويجب عليكم النظر بأنه تهيئوا له الفرص لأنه يعيش حياة حرة كريمة. باقي المجتمعات، باقي الدول كلها عايشة، وبلد فقير عايش أحسن من عندنا. ليش إحنا أغنى بلد وعايشين أتعس بلد؟ إذا تحققت وصارت حكومة تخدم الشعب العراقي، أنا أقول 100% حينهض الاقتصاد ويتطور بلدنا ونعيش حياة حرة كريمة. طبعا الضربة اللي صارت أو الصراع اللي حادث بين الدول إقليمية وعالمية في داخل العراق أدى نوعا ما إلى ركود في الاقتصاد، هذا شيء ما كنت يختلفون عليه. لكن إذا أجينا مثلا إنه الصناعة المحلية والإنتاج المحلي والوطني يلبي احتياجات المواطن، ف نوعا ما بدأ يتقدم الانتاج المحلي من شركات حكومية ومن شركات أهلية بنفس الوقت، مصانع حكومية ومصانع أهلية. نأمل أنه التقدم يكون أكثر إلى أن نوصل إلى حالة الاكتفاء الذاتي. هذا الشيء إحنا كعراقيين وككل نأمل لهذا ونطمح لهذا الشيء. تشجيع المنتج المحلي، تشجيع المنتج المحلي واجب على كل مواطن عراقي، على كل شخص يحب بلده، انه نرتقي بهاي المصانع، نفتح مصانع جديده، المصانع المتوقفه نرجع نفتتحها مره ثانيه. احنا لاحظنا بالفتره الاخيره اعاده افتتاح بعض المصانع المحليه ادت الى توفير فرص عمل. القطاع الخاص، قطاع الانتاج الخاص والقطاع الاهلي يوفر فرص عمل اكثر بكثير من القطاع الحكومي، لان زياده الموظفين بالوزارات العراقية وبالوزارات الحكومية والمؤسسات الحكومية يؤدي إلى أدخام الموازنة، وإحنا بالأصل عندنا عجز بالموازنة، فلازم إنه الحكومة تتجه إلى تشجيع الأهالي وتشجيع المنتجات المحلية وتحفيزها، تقليل الاستيراد وإنتاج وزيادة الإصدار المحلي. ما أعتقد يلبي حاجات المواطن، لأن إحنا صارنا 16 سنة ما تقدمنا خطوة جاي نرجع لي وراء مجال نتقدم لقدام، فما أعتقد الاقتصاد حاليا يلبي حاجة المواطن. إذا ما تطلع الحكومة ما تتغير ما يصير أي حل، لازم يتغير على الآن على مود إحنا نلتفت لاقتصادنا، أو نلتفت نشغل المصانع، نشغل يعني الفلاحين، ندعم الفلاح، ندعم المصانع على مود أي عاملة تكون موجودة زين بيش الساعة إحنا يصير عندنا اقتصاد. الاقتصاد العراقي من قبل السقوط كان اكو اقتصاد هش باعتماد البلد على المصانع البسيطة اللي ما تأثرت نسبيا بضغط النظام البائد. بعد 2003 الاقتصاد كأنما جاي ينزل الدرج الى ان وصل للنهاية، والدليل هو اعتماد البلد حتى على شتايجر جاي نستورده اللي هو شتايجر. فأما من تقول الاقتصاد أسباب تدهوره هواي، منها الحكومة، منها أنه شخصيات ما مؤهلة أصلا المناصبها. فمن تجي تبني اقتصاد دولة لازم أكون ناس مختصين، هيئات مختصة وفق نظام ما يتأثر
بالتدخلات الخارجية أو الداخلية. لهذا تقدر تبني اقتصاد، تبني بتهيئة الأرضية الصالحة، منها إنشاء المعامل، تنشيط القطاع الخاص.